اهلا بيكم في برنامج على فين مع عمر. انا عمر علاء، وفي البرنامج هنتكلم عن السفر بكل حاجه فيه، تكاليف السفر، ازاي نسافر من غير ما نعتمد على شركات سياحه، ازاي نقدم على فيزا، ازاي نشتري تذكره طيران، ايه الحاجات اللي نحاول نتجنبها لما نسافر. يعني تقريبا هنتكلم على كل حاجه في السفر من اول ما نخرج من مصر او من القاهره لحد ما نرجع تاني. النهاردة في الحلقة الأولى هنتكلم عن الفيزا، عن البلاد اللي بتحتاج فيزا والبلاد اللي ما بتحتاجش فيزا، عن الأوراق اللي مطلوبة علشان نطلع فيزا معينة، علشان التصاريح الأمنية اللي بلاد معينة بتحتاجها. فهو ده هيكون موضوع الحلقة الأولى. في بلاد احنا كمصريين مش بنحتاج ليهم فيزا خالص، زي هونج كونج، زي ماكاو، زي الاكوادور، زي غينيا، زي جزر موريشيوس، دي احنا كمصريين مش محتاجين لهم فيزا اصلا. في بلاد تانية احنا كمصريين بنحتاج لهم حاجه اسمها فيزا اون ارايفل او فيزا عند الوصول، ودي لما بنوصل المطار بس هناك بتاعهم من غير اوراق بنحتاجها هنا او اي طوابير نوقفها او اي حاجه، ودي بيكون زي لبنان، زي كوت ديفوار، زي نيبال، شويه بلاد كده. ثالث حاجه البلاد اللي احنا بنحتاج لها فيزا عادي خالص من هنا من مصر، وبنروح نقدم في المكتب اللي تبع السفاره بتاعتها او في السفاره بتاعتها على طول، زي البلاد الامريكا، زي انجلترا، زي اوروبا، زي حاجات كتير قوي. في طبعا منهم البلاد اللي بتكون صعبه شويه زي اوروبا وامريكا واستراليا وكندا والحاجات دي اللي السفر ليها ما بيكونش اسهل حاجه طبعا، وفي بلاد اسهل شويه زي تركيا واذربيجان وجورجيا والحاجات دي. الفيزا اللي بنطلعها من هنا قبل ما نسافر كمصريين او اللي بنحتاجها قبل ما نطلع من المطار هنا دايما اوراقها بتكون واحده، فهو الاساس بتاعها بيكون الباسبور ساري لمده 6 شهور، حساب بنكي ليك او لحد من قريب درجه اولى، اتش ار ليتر او ورقه وثيقه اثبات عمل في شركه او في مكان هنا في مصر، ولو بتدرس بيكون محتاج اوراق اثبات دراسه، صور شخصيه، حجز فندق وحجز طيران مبدئي. دول تقريبا الحاجات اللي بتحتاجها طبعا مع شهاده تامين السفر. نركز علشان اللي جاي مهم شويه، لو انت سنك بين 20 سنه و 45 سنه في بعض البلاد بتحتاج لهم موافقه امنيه، وده بيكون حاجه من عند مصلحه الجوازات او من ضابط الاتصال، مكتب ضابط الاتصال في مصلحة الجوازات، بتطلعها بتاخد تقريبا مدة اسبوع. وجزء من البلاد اللي احنا بنحتاج لها موافقة امنية كمصريين ما بين سن 20 و 45 سنة بتكون لبنان، الاردن، تركيا، جورجيا والسودان. بالنسبة لينا كمصريين بين ال 20 وال 45 سنة، فالتصريح الامني بيحتاج شوية حاجات، اهمهم ان الباسبور بتاعك يكون مكتوب فيه مهنة او عمل معين. لو مكتوب طالب او حاصل على، الموضوع هيكون صعب شوية، وحله هيكون ان حد يبعت لك دعوة من البلد اللي انت هتسافرها اللي بتحتاج موافقة امنية، او ان تكون مسافر برفقة احد الوالدين. بالنسبة ليك كشاب مصري في سن التجنيد او حتى خلصت الجيش، فانت بيكون محتاج تصريح امني. التصريح الامني انت بتاخده بسهولة جدا لو مسافر لاي بلد، بيطلع لك في 5 دقايق او في 10 دقايق او في ساعة على حسب المكان اللي انت هتطلع منه التصريح. لكن لو مسافر بلد من اللي بتحتاج تصريح امني، فانت بجانب التصريح الامني وتصريح السفر بتحتاج حاجة اسمها تصديق امني. التصديق الامني ده اوقات بيطلع لو انت واخد اعفاء، بيطلع في نفس اليوم لو انت دخلت جيش او لسه ليك جيش، بياخد 21 يوم. كده حلقتنا النهاردة خلصت، اتكلمنا فيها عن كل حاجة تخص الفيزا بالنسبة للأوراق والبلاد اللي بتحتاج فيزا، البلاد اللي مش بتحتاج فيزا، التصاريح الأمنية. احنا خلصنا اول حلقة اللي اتكلمنا فيها عن كل حاجة تخص الفيزا، وان شاء الله استنوني في الحلقة اللي جاية هنتكلم عن حاجة تانية ليها علاقة بالسفر برضو. ويا ريت ما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات.